عايزك تجيب لي من الاخر الاهلي يرجع كسبان ازاي من تونس؟ لا ما هو الاهلي يرجع كسبان ازاي من تونس بحاجتين. الحاجه الاولانيه هو ازاي يتجنب اولا انه يستقبل اي اهداف. ده رقم واحد. طبيعي. لانه ده جزء طبيعي انه انت ازاي تقفل كل المفاتيح بتاعه الترجي، ازاي تقفل طريقه لعب الترجي اللي بالمناسبه في التوقيت الحالي مع الغيابات اقل خطوط الترجي والخط الامامي، مع الغيابات في غياب رياض بن عياد في غياب حمدو الهوني اقل خطوط الترجي هو الخط الامامي. جيلاني الشعلاني كمان اقوى خطوط الترجي وخط الوسط وخط الدفاع قريبين قوي من بعض. صحيح. ليهم وعليهم. صحيح. طيب فانت اولا لازم ما تستقبلش اهداف باي شكل من الاشكال، ده رقم واحد. فانت ازاي ما تستقبلش؟ لو نجهز الحالات ازاي الاهلي يقدر يامن المباراة. يبقى بالنسبة له رقم واحد انه ازاي ما يستقبلش اهداف. فانت ازاي ما تستقبلش؟ تقفل على مفاتيح لعب الترجي اللي بالمناسبة مش كتير على طريقة لعب الترجي. لو نعملها فول سكرين لان انا قاعد بضارب فمش هشوف. رجع بقى، رجع الحالة من اولها. رجع الحالة من اولها. وقفن مش تنفع فول سكرين عشان الكواليتي. دايما 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 اعتماد، دايما اعتماد الترجي على انصاف المساحات ما بين الظهير، ظهير الطرف وقلب الدفاع. في الحالة دي عشان نبسطها للناس، في المكان ده في الغالب يبقى موجود يا إما معتز صدام هو اللي بيطلع ناحية اليمين، يا إما لو بدأ أنيس البدري هو اللي بيبقى موجود دايما في السبيس دي. أنيس البدري هو اللي بياخد المنطقة دي. هيلعب على مين؟ هيلعب على محمد عبد المنعم وعلى علي معلول. في المسافة دايما اللي ما بين علي معلول ومحمد عبد المنعم دي أول نقطة بيشتغل عليها دايما نبيل معلول. اتكررت السنة دي أكتر من مرة، اتكررت في دوري الأبطال. الاثنين الأبيض اللي عند الصورة الثابتة عليهم اللي بين اللي هم اللي محاوطين لاعب الترجي اعتبروهم علي معلول ومحمد عبد المنعم. مليون في المية. عظيم. فدايما دايما التركيز إنه المساحات دي ما تبقاش موجودة. من دلوقتي واحنا طالعين كل مناطق خطوره الترجي على انصاف المساحات، اما ما بين الظاهرين قلبين الدفاع او ما بين ظهير الطرف اليمين وظهير الطرف الشمال وقلوب الدفاع. فانت بتتكلم دايما على السبيسز دي. هو بيشتغل دايما على التشانلز لانه ما عندوش القدره انه يعمل عمليه الخلخله طول الوقت، وما عندوش حد يقدر يعمل له دي الا محمد بن رمضان. محمد بن رمضان بيشتغل عرضي طول الوقت عشان يبتدي يحرك الثلاثي الامامي ويقطعه دايما في انصاف المساحات اللي موجوده، لانه ما بيعولش كتير على الكرات العرضيه الا في اوقات محدده لما بيتقفل عليه وسط الملعب، وده متوقع جدا قدام النادي الاهلي. نروح الحاله اللي بعديها. طيب كمل الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده لما تيجي تبص هنا قلت لك هما بيشتغلوا دايما على انصاف المساحات. ده الهدف اللي في نادي الزمالك في دور المجموعات الموسم الحالي. ودايما تبتدي تدور هما بيشتغلوا ازاي. بيشتغلوا على انصاف المساحات. هنا الراجل استلم في المسافه اللي ما بين قلبين الدفاع وخد الراجل في ظهره ولف، ودي دايما اللي بيراهن عليها الترجي، لانه الاثنين سواء في وجود رياض بن عياد قبل كده او بن حموده الاثنين لعيبه طوال القامه، لعيبه اقوياء جدا بدنيا، فمميزين جدا في الكرات الهوائيه. من كرات بن عياد بيتميز على الارض اكتر شويه لكن غايب، فمليون في الميه اللي موجود بن حموده. بن حموده هو اللعيب الاستاتيك المهاجم الكلاسيكي اللي مهم جدا جدا دور ياسر ابراهيم في الماتش ده. يا جمال كان نزل بن عياده مع بن حموده في الشويه دول في المباراه، وجود رياض بن عياده في التوقيت ده لانه كان اتاخر في النتيجه، فكان عايز يرجع ونزل رياض بن عياد في بدايه الشوط الثاني. لكن في المعتاد هو بيعمل ايه؟ لعيب واحد وكده كده، وما عندوش دلوقتي بالفرقه غير بن حموده. رياض بن عياد اتصاب، الموسم بتاعه انتهى. فبين حموده دايما بيعتمد على لعب الاستاتيك، يا اما كرات هوائيه او اللعب الثابت الكلاسيكي، يا اما كرات هوائيه، يا اما دايما بيعتمد انه يتحرك في المسافه بين قلبين الدفاع وتتلعب له الكره في المسافه دي، وهو ما بيفكرش كتير. لعيب كلاسيكي جدا ما عندوش لحظات ابداعيه. بمناسبه اللقطه اللي انت كنت جايبها دي، تمام، كان في تصريح زمان سمعته لفابيو كابيلو المدرب الايطالي العظيم جدا، كان قال قبل كده على فليبو انزاجي، قال لك ده احسن مهاجم دايره في كره القدم، شبهها بكرة اليد اللي طبعاً. هو بياخدها من بظهره بيستلم بظهره ويلفها وشاط كده، هو كان بيشيل بيها فرق. نفس التكنيك بيعمله رياض بن عياد، هو نفس التكنيك، متفق معاك مليون في المية. نفس التكنيك اللي عمله بن حموده، بس ميزه بن حموده كمان انه لعيب مميز كمان في الكرات الهوائيه، لعيب مميز جدا في الالتحامات الثنائيه لانه لعيب قوي جدا بدنيا، لكن طول ما المساحات ضيقه هو معطل تماما. عشان كده قلت لك مهم جدا جدا الشكل اللي بيلعب بيه الترجي فيما يخص راس الحربه، لان احنا شرحنا النقطه الاولانيه بتاعت انصاف المساحات على الاطراف سواء باستغلال انيس البدري ناحيه اليمين، وهو في الغالب لان اوراق الهجوميه بقت قليله جدا في التوقيت الحالي هيعتمد على انيس البدري ناحيه اليمين، او صابر بوجرين هو اللي هيبقى بيعمل عمليه التبادل مع معتز صدام، هما الاثنين اللي هيبقوا بيتحركوا من وسط الملعب ويعملوا السويتشات. في النهايه
مهم جدا 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 عشان الاهلي يتجنب انه يستقبل اي اهداف. اللي بالمناسبه الترجي صبور جدا جدا سواء داخل الارض او خارج الارض في عمليه التسجيل والريكورد بتاعه قليل، فمهم جدا انك تتجنب هذه الاخطاء لانه ممكن والترجي بيلعب في تونس ما يفتحش الملعب ابدا قدام النادي الاهلي ويقفل المباراه. عظيم جدا. هسال برده شناوي لما بعد ما نروح لفاصل ازاي برده الاهلي يتجنب خطوره الترجي الهجوميه، اكيد له راي في هذا الامر.